ياسمين شلونك يمه؟ شو اخبارك؟ ولهت عليك وايد. قولي لي حبيبتي شلونك؟ شلون الدراسه معك؟ زين بتم واقفه كذي ما تبون تدنولي؟ تعال حياك. لا تسوين نفسك مهتمه فيني وبدراستي يمه. ياسمين احترمي نفسك مهما كان هذه امك. ما علي بشاير خليها، هي بعدها صغيرة، باكر إن شاء الله اللي كبرت وصارت أم بتعرف قدري. إذا صرت أم نفسك ما أظن. ياسمين ترى قاعدة تتمادين وايد، ما أسمح لك بهالشيء. إي صح يما، دام إنك موجودة اليوم عندي لك خبر وايد حلو. صدق؟ قولي حبيبتي، أنا من زمان ما سمعت أخبار حلوة. أبوي بيتزوج. شنو؟ ايش قلتي؟ مثل ما سمعتي قلت لك ابوي بيتزوج. اي هو قال لي بس انا قلت يمكن كذي حبي يضايقني. وليش ما يتزوج يعني؟ حرام عليه وحلال عليك. ياسمين ترى زودتيها وايد، قوم رد البيت يلا. انا اسفه غلطي، بس بيني وبين امي حساب وايد طويل. لو سمحتي مرة ثانية لا تناديني إذا هي موجودة.